السلام عليكم ورحمة الله بقناة عبدو سبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. مصطفى معزوزي مراد وردي تكلموا كلام قوي على فلاديمير بيتكوفيتش وعلى الزيارات اللي راهو يعمل فيها، وزاد مصطفى معزوزي تكلم على عدة أمور على بيراف اللي قالوا لماذا هذا الصمت وانت عندك قوة في الكوميتي أوروبية الكوميتي أولمبيك، عندك قوة باش تقدر تتكلم على فريق اتحاد العاصمة. وزيد على ذلك في الأخير راح نسمعوا فريد معطاوي وبويش واش تكلموا على زيارات تاني فلاديمير بيتكوفيتش وشحال من قميص اللي داه في هذه الزيارات، وزادوا تكلموا عدة أمور. فيديو شيق، تابعوا معنا قوتنا الكرام. نبدأ بمصطفى معزوزي مراد وردي واش تكلموا على هاد بيتكوفيتش وعلى هاد الزيارات خاوتنا، من بعد نروحوا على بيراف. طمنا يزور، راح يزور هادي، راح يزور بيض، راح يزور خنشلة، راح يزور منا. انا ما نعرفش، انا قلت شكون هذا المسؤول الاطروجي يديروا لنا مسؤول جديد اطروجي في ظرف صغير زار كاع الولايات. راح الاتحاد بعد صرت اتحاد خنشلة، ما فهمتش، قلت عندنا ولايات جدد فوق 58 اتحاد خنشلة، اتحاد بيض، اتحاد يزور وجاي ماشي كيما حنا جاي بيض وكاع باين واسمه واحد ريكوفيتش ولا انت قلت ماشي وزير. ماشي وزير، انا قلت هذا كيف مسؤول تام. بعد قالوا لي باللي هذاك المدرب الجديد تاع الفريق الوطني. دونك انا ما فهمتش واش الفايده من هذا. انا ما فهمتش واش الفايده. انت انا نقول لك حاجه، هو دوك قال لك وكل جاي يكمل ليا ماتو، يقولوا بصح على حسب واش راني نشوفه وجاي يكمل ليا ماتو. باسكو هو كون جا ماشي نورمال، نورمال مو عندي تريك والله ما يدير. باسكو رايحه يخسر ماتش، يخسر ماتش يسمع ما لا يرضي. انا ما يفهمش، خلي سيدي ما يفهمش. اسمع انت يا ام ولا ما يفهمش بلي جاست. اسمع بلي جاست والعياط والدنيا لا المعياط تاع في مكان تاع يعني. والله غير خاطي، هو خاطي. اسمح لي اسمح لي اسمح لي والله غير اسمح لي. اسمع والله غير هو اسع هو. شوف نتمنى له، انا نتمنى له هاك من كل قلبي ينجح، لأنه جاي راح نعطي له أموال. والسيد هذا يفو نمنو به، بصح اليوم يخليوه ترانكيل، يخليوه يدير خدمته. وشنو هي خدمته؟ عنده دي ماتش رام جاي هذا ما كان برك أنا من سيارات تكسع مراد والله غير أو ما راح تشاهد. هذا مراد وردي كان تكلم قال لك خلوا السيد يخدم، خلونا من هاد الدوران وهاد التريكوات وهادي بيض وهادي كذا وكذا. مع الاخر دوك تسمعوا فريد معطاوي وبيوش واش قالوا على هاد الزيارات. غير خيحوا تسمعوا الفيديو، راح نسمعوا الان مصطفى معزوزي واش تكلم على هاد الامر خاوتنا الكرام. احنا مصطفى زدنا او ما رحتش زدت فيها. احنا مصطفى زدنا مع الشيخ ماشي هو اللي ديسيدا. دونك هو مسكين خدام عند لافيديراسيون. انا وين غادي الحال الكومبلكس دو جونبول هذا محبش تلحى ولا غير نحيي شجاعة. باسكو انا نحب الشيخ علاش؟ باسكو كان معايا في الحرب ضد العصابة في وقت لاكان. انا نحيي فيه الشجاعة تاعو كي كان يقابل العصابة تاع اللي يحبوا نحيو بالماضي. انا جوري ايمي يديروا له هذا الشيء بالماضي مسكين. ها اللي جاب لا كوب دافريك ما كانش الاستقبالات هذو تاع الفرق. هذا المدرب دار 16 زيارة. Il a rendu visite 16 clubs professionnels. Wesh nadija objectif atteint à 100%. Quel est l'objectif? Wesh le wa? Il a eu 16 maillots. Quel est le club qui a le maillot تاعو? Zidi hada el ouhd olympia fi troasa hadi ma shafouhash. خاوتنا الكرام راكم سمعتوا هذه الشطر الاول تاع على فلاديمير بيتكوفيتش وعلى الاقمصه اللي داها. قال لك اسم المدرب الكبير في العالم اللي دا بزاف تريكوات من الدوران ديالو تسمى. زيدوا سمعوا معنا الان مصطفى معزوزي واش تكلم مع بيراف ووجه له رساله خاوتنا الكرام على الوقوف مع اتحاد العاصمه ومع الكره الجزائريه على القوة المنصب ديالو خاوتنا الكرام، لأنه حبينا ولا كرهنا بيراف عنده منصب قوي يقدر يواجه. اسمعوا رسالة مصطفى معزوزي بعد نعود نولوا الفريق معطاوي وبويش. الهيئات الدولية خاصة الكاف تحت
احترمك. ما خليت ما بنيتش يعني ما بنيتش هيئه قويه عندها رئيس وعنده اعضاء وعنده دبلوماسيه. وكان ماشي الدبلوماسيه السياسيه بالك يحسونا. ما راكش تشوف بلي انا ضعاف دبلوماسيه رياضيه؟ بيان سور ما كاش دبلوماسيه ضعاف. كي تقول ضعاف صافي كاين شويه. ما كاش اوني نول. فواش راك تشوف انت عندنا احنا رجال مدام هنا جزائريين راهم في الهيئه الدوليه وما يساندوش وما يعاونوش كاع الرياضه الجزائريه. ولا غير كاين بعض يعني الشخصيات الرياضيه في لي كوليس يخدموا باش يحطموا الناس النزاهه، بصح كي البلد تاعهم يعاني ما عندوش ميم با الجرء او الشجاعه يديروا تصريح. ولو كان تصريح انا نتكلم. علاش ما نتكلمش انا اليوم؟ نلوم مصطفى بيرف السكوت نتاعو يعني غير مفهوم. انا ما فهمتش انت راك تمثل لي كوميتي اولمبيك افريكان. تي ديمونس اضعف الايمان. تي ديمونس ولا خفت؟ واش تخاف؟ الجزائر راهي معاك. انت تي ا لوبليغاسيون دو ديفوندر طون بي افون دو ديفوندر الهيئه هذه. نعم يا مصطفى بيراف، الجزائر كلها معاك. عندك منصب قوي تقدر تتدخل وتعاون، تقدر تتدخل المنصب ديالك تتدخل وتعاون هذه الكره الجزائريه ونخلوها تطرح في الافق. ما دام هذا المنصب عندك ما تخافش، الجزائريين دائما معاك وواقفين معاك وانت ادرى بذلك. هذا واش قال مصطفى معزوزي، واش وجه رساله لمصطفى بيراف ان شاء الله يعاود يراجع حساباته ويروح في الافق ويعاود يخبط يده على الطابله. هذه هي خطه كرام، لانه بقى غير هو غير مصطفى بيراف اللي يقدر يتكلم. ما عندنا هيئه في الكاف، ما عندنا والو، ما عندناش رجال في الكاف. يعني الان الانظار كلها متوجهه لمصطفى بيراف، ان شاء الله يلحقوا الميساج ويعاود يخبط يده على الطابله ويعاود يوقف هاد الكره الجزائريه والرياضه الجزائريه ككل. حبيناها تعاود توقف مثل ما يوقف السياسه. وراكم تشوفوا في السياسه كيفاش كي جاوا الرجاله، شوفوا كيفاش راهي السياسه خاوتنا في الاونو. نخبطوا يدنا على الطابله ونشارعوا في الناس. ومشكون هما؟ بني اسرائيل. رانا نشارعوا في اسرائيل وجه كيما يقول لك عيني عينك، وما نخافوش لانه عندنا هيئات سياسيه قويه. هذه هي، حبينا الرياضه نكونوا كيما السياسه. ان شاء الله مصطفى بيراف تكون وصلاته هذه المعلومه ووصلوا هاد الفيديوهات اللي راهم كاع الناس تهضر عليها، باش يعاود يراجع نفسه ويعاود يولي يخبط يده على الطابله. لانه ذاك المنصب هو منصب بفضل الجزائر اللي عنده هذاك المنصب. خاوتنا الكرام دوكا نروحوا فريد معطاوي ومصطفى بويش. ما تراطيوش خاوتنا الكرام، ما اسمعوش قالوا على بيتكوفيتش على الدواران وعلى الاقمصه. اسمعوا مليح، هذه كانت البارحه. اسمعوا مليح خاوتنا الكرام. شوف الصور هكذا نقدر نتكلم شويه على الصور. تكلم لا شفت لا كوليكسيون اللي راح يديرها بيتكوفيتش بالاقمصه نظن هذا هو الشيء. 15 قميص هذه هو ورونغوني باولو داو 30 قميص. اون سي روتي ما عنده ما دارش قميص هكذا. لا هادي هي دونك انا نظن هي الشيء الوحيد هو سي الاقمصه اللي عاد بها بيتكوفيتش من هذا هو الشيء النقطة الهامة. هذا لا ليس الاقمصة، لا الاقمصة الاقمصة. شوف كاين في الميدان، في الميدان الرياضي كاين الاقمصة وكاين الاماكن السياحية الجميلة التي طاف وجال بها بيتكوفيتش. وبالنظر الى تلك الاماكن التي زارها كنت انتظر ان اجد ماسينيسا ويوغرطها ونعود الى التاريخ ونستدعي الجزائريين حتى كانوا في تلك الحقبة. فريد والله نتحدث بكل صراحة، مع احتراماتنا لنادي مولودية البيض هو يلعب تقريبا على السقوط هذا الموسم، نتائجه متذبذبة. ما الفائدة من الذهاب إلى مولودية البيض هذا الفريق الذي يعاني، نتائجه مخيبة للأسف، حدث ما حدث له هذا الموسم. هل هي زيارة مجاملة أم زيارة ماذا؟ لا البيض يعني ما تمتلك مكانة سياحية جميلة اسمها بريزينا. أظن بأن بيتكوفيتش زار أيضا تلك التحفة الطبيعية الموجودة في البيض. لا بصفة عامة عندنا الخلاصة بصفة عامة أنه هي زيارة، كل هذه الزيارات هي سياحية. نقطة إلى السطر ناصر. نقطة إلى السطر ناصر. هذه هي الفيديو تاع بويش و فريد معطاوي اللي قال لك هذه السيارة كلها زيارة سياحية. هل بيتكوفيتش شاف لاعبين؟ هل بيتكوفيتش استقدم لاعبين من البطولة الوطنية؟ يعني أنه كهاد
الزيارات اللي كانت سياحية وفقط، وما غلطناش لما كنا نديروا فيديوهات ونقولوا انها زيارات سياحية، وخطونا بالبرنوس وخطونا بالدوران. خلوا الراجل يخدم، خلوا الراجل يوقف على هذا الفريق، مش لازم توروه لنا في الكاميرات انه هو في الجزائر، على بالنا باللي راه في الجزائر، لكن خلوه يخدم مثل ما يعرف، مش يروح من هنا وهناك وهنا وهناك. خلوا هذا الراجل يعمل ويروح بعيد بهذا الفريق الوطني، وما بقالوش ايامات ويلعب تصفيات كاس العالم اللي راح تكون صعبه، وصعبه من يا ناس، ما راحش تكون سهله تصفيات كاس العالم هذه، صدقوني ما راح تكون سهله، وخاصه امام غينيا، الشبع الاسود نسميها انايا، تابعته تاريخيا شبع اسود للجزائر، وخاصه بالسنوات الاخيره. لازم على بيتكوفيتش الان بعد ما ملقاش لجوال هنا في البطوله الوطنيه، كاين غير بالليلي باش لحد الان اللي راهو اسمه يدور. لازم دوك يشوف للاعبين ديالنا اللي لعبوا المباريات الوديه وراه شافهم هذا الدوران كما قلنا، وهاد الاقمصه اللي قال لك بويش اكثر من انشيلوتي دا الاقمصه. خلونا من هاد الامور، خلوا السيد يخدم في هدوء باش يروح بعيد بهذا الفريق الوطني. خوتنا الكرام، هذا واش كان عندنا اليوم، ونزيد نعاود نوجه رساله لمصطفى بيراف، ان شاء الله يكون سمع الفيديوهات باش يخبط يده على الطابله ويعاون هذا الفريق الوطني، يعاون هذا الرياضه الجزائريه ككل. لازم عليه، لانه بقى هو الوسيله الوحيده اللي راه عنده ان بوست مليح في لو كوميتي اولمبيك، راه عنده ان بوست مليح ثاني الفوق في الرياضه ككل في العالم، يقدر يخبط يده على الطابله ويروح بينا بالافق، ولما لا يعاون حتى يكون عندنا منصب في الكاف. يقدر على بالي باللي يقدر ان شاء الله. انا وش نقول لكم، شاركوا معنا بقناة عبد السبور، فعلوا الجرس. سلام.